فنكمل على اللي قلناه قبل شوي. الشيرت خلصنا منها، إن قلنا حق إذا كان عندكم درس فيه أرقام وكذي راح تستخدمونه وراح تفيدكم. والأبلود حق إذا بترفعين ملف حق الموقع نفسه، الموقع هذا. فهني حق التكبير، إذا بتسوون زوم إن وزوم أوت تضغطنا عليها مثلا، هذه شوفوا الصفحة راح تتكبر وهذه راح تتصغر. هني الشبكة، إنه تحطون على الصفحة شبكة مثلا، إذا تبونها ضغطوا عليها ضغطة واحدة، إذا ما تبونها بس ضغطوا ضغطة ثانية راح تروح. هني تراجع مثلا، إذا أنا حذفت مثلا النص هذا وأنا أبي، يعني مثلا حذفت بالغلط، حطوا تراجع راح تطلع لكم، راح يطلع لكم. والإعادة مثلا تعيدين شيء كنتي كاتبته. بعد في الحين شنو قلنا بعد، هني البريزنت، إذا خلصتي شغلش تقدرين تطالعين، تشوفين مثلا تضغطين عليه ضغطة كذي راح تشوفينه يطلع لك، بس تضغطي خروج راح يرجع للصفحة. ومن ميزة البرنامج إنه إذا حطيتي بريزنت ما يطلع لك، ما يطلع من البرنامج نفسه، يعني تدشين مرة ثانية وتسوين من جد جديد ما لا، أول ما تضغطين عليها تطلع لك وتقدرين تعدلين يعني إذا شفتي شيء غلط. هني قلنا بعد لحظة، أوكي نسكر هذا، وراح تطلع لكم الشاشة كذي، صفحة كذي. تقدرون يعني إذا بتشوفون شغلكم كامل سووا تصغير، شوفوا إذا بتشوفونه كامل يعني بس أنا عادي مو محتاجة، بس كذي خليه 100%. فالحين نبدي بالعنوان. الحين إذا أنا أبي أكتب عنوان هني ما أبي هذا، الحين أضغطي على ضغطة وسوي ديليت، هني راح تطلع تشوفي راح تطلع لك الخط هذا، هني تسوين ديليت. هني إنك تثبتين مثلا النص هذا تبين تثبتينه، ما راح أشوف شنو إيش كاتب لك، قفل عنصر لمنع من التحريك وتغيير حجمه والقياس، تقدرين تثبتينه بمكانه يعني ما يتحرك. هني نسخ، يعني إذا بتنسخين العنوان مرتين تقدرين تنسخينه، وإذا كنتي حاطة مثلا الشكل هذا شوفوا الحين أبي أنسخه راح يطلع لك كامل، نسختيه مرة ثانية، أبي أحذفه أضغطي بس ضغطة عليه وحذف. الحين هني البولد، إذا بتسوين خط عريض للخط، هني إذا بتميلينه، هني إذا بتخلين مثلا إذا أنتي حابة العنوان تحت خط، وهني إذا بتخلين العنوان فيها ظل يعني من وراء الظل. شوفوا نفس كذي، شوفوا الحين بخلص فيه سطر سطر، شوفوا صار يعني فيه ظل اللي تحب يعني تحط ظل. هني الموضع، يعني تحطين الموضع تودينا فوق تحت، اختيار الموضع. هني الشفافية مثلا، إذا أنت عندك مثلا هالصورة، شوفوا هالصورة هذه أبي أكبرها، شوفوني ترى سهل التكبير، بس كذي ضغطتين وتسحبونه راح يتكبر عندكم. الحين أنا ضغطت عليه أبي شفافية مثلا بالنص، شوفوا 50 مثلا راح يصير شفاف. تقدرون بعد طلعوا منه أفكار يعني واجد، تقدرون تكبرونها وعلى الصفحة كلها وتكون شفافة بحيث ما تأثر على الكلام. فكيفكم اللي تبونه سووه كذي، أو شوفوا الحين بكبره. الحين مثلا أبي أخليه مثلا على الفكرة هذه، شفتوها، ما أبي تأثر على الكلام، أبي بين الكلام، شوفوا بس هني بين الكلام وبينت الحركة، أنكم مسوين حركة. فاضغط عليها، شوفوا هني بعد تقدرون، شوفوا خلنا صغر، إذا بتصغرون نفس الحركة ضغطوا ضغطتين وصغروا، وإذا بتحركون بعد اضغطوا ضغطتين وحركوا بعد. هني شوفوا الحركة، لحظة
شوفوا الحركة هني كذي. تقدرون بعد تحركونه، شوفوا الحين تمسكون هذا، تمسكون هذا وتحركونه مثلا الزاوية اللي تبونه، مثلا عاجبكم هني، عاجبكم كذي أو لتحت، يعني أي فكرة عجبتكم، أي فكرة عجبتكم تسوونها. فالحين كذي عدلنا، وإذا بتخلونا بالنص عادي. شوفوا الأرقام، الأرقام الحين اللي طالعت لكم هني، طلعت لكم هني، تسوون كذي، تطلع لكم الزاوية اللي انتو سويتوها. شوفوا كذي، واحد صفر، خلوا على الصفر، اوكي. والحين بعد خلينا نشوف مال التنسيقات الثانية، الكلر. الحين اذا بغير الكلر، عندنا كذا كلر هني، الالوان هذه اذا انتو مو عاجبتكم مثلا حطوا مزيد، واختار اللون، واللون اللي انت تسوونه حطوا تطبيق، راح يطلع لكم. مثلا شوفوا حطيت عنابي كان احمر، حطيت اصفر، اللي تبونه بس اللي عاجبكم بس حطوا، وراح يطلع لكم على طول بدون ما تسوون اي شيء. بس اهم شيء تكونون متاكدينكم محددين، مو توقفوا لي برا وتبون تطلعون، هذه ما يصير، ما راح تطلع. اضغطوا عليها كذي، اضغطوا على الناس وراح تطلع لكم. هني المحاذاة مثلا، الخط هذا تبينه يسار كذي، تبينه يسار، او تبينه بالنص الوسط، او اليمين. اوكي، هني تقدرون بعد هني تغيرون الخط. شوفوا الخطوط، انواع الخطوط ترى واجد. شوفوا الحين بختار هذا نفسه، هذا غير الخط، هذا خط حلو بالنسبة لي. يعني إذا عندكم إنجليزي بتكتبون البوستر أو الملصق بالإنجليزي، هذا حلو يعني ينفع كبوستر كذي. وفي كذا كذا نوع لل شو اسمه للخطوط. وهني اول ما تخلصوا من هذا بس اضغطوا كذي راح تروح. فنكمل بعد هني الحجم، تبون حجم الخط كم؟ هو 36 الحين، فبخليه 28. شوفوا راح يتصغر 36 10، اي خط شوفوا تصغر عندي، بخليه 24. اوكي، هني الارتباط. مثلا اذا بتسوونه بتسوون العنوان هذا بتسوونه مشاركه، يعني بتدزونه، فهمتوا؟ تطبيق وراح ينزل. خلصنا من الادوات اللي فوق، فراح نبدي الحين راح نبدي نسوي العنوان مالي. الحين انا ابي احذف الشغلات هذه اللي انا مو محتاجتها، ابي احذفها، احذف العنوان بعد، ما ابي هذا بالانجليزي. وبعد نسيت لا اقول لكم ان الملصق تقدرون تسوونه باللغه العربيه، البرنامج نفسه يدعم اللغه العربيه، وفي كذا قالب، يعني اذا محتاجين قوالب في مجانيه واجد تقدرون تستخدمونها. الحين راح احذف كل شيء بالانجليزي، بس التصميم انا عاجبني خلوه. وتقدرون بعد اصلا تختارون صفحة فاضية وتسوون التصميم اللي عاجبكم عادي. الحين راح احذف، شوفوني حاطي لكم ان اذا خلصتوا تقدرون تحطون ايميلكم تحت، مثلا اذا تبون الناس تتواصل معاكم. لي حاطي الايميل الموقع، عفوا. الحين اذا تكتبون تكست مثلا، الحين تبي تضغطون تبي تكتبون تكست، شلون تكتبون؟ فهني روح لصوب التكست اللي فوق الحرف التي، نضغط عليها. اوكي سوري، نضغط عليها. اول ما تضغطون عليها هني تايتل، مكتوب التايتل، شنو تسوون؟ تضغطون ضغطتين ضغطتين، وبعدين تسحبونه للمكان اللي تبونه. سحبتوه، اقدر احطه تحت، اقدر احطه فوق، فبي احطه فوق.
اول ما تحطون راح يطلع لكم كذي، اضغطوا شنو كاتبين لكم اصلا النقر مزدوج، اضغطوا ضغطتين وامسحوا الكلام هذا المكتوب. زين، فانا شنو بكتب؟ اكتبوا النص اللي تبونه. انا بكتب بالعربي انواع الطعام. عقب ما نكتب انواع الطعام، اوكي، شنو نسوي الحين؟ اول شيء بخليها بولد، وثاني شيء بخلي فيها سطر، وبخلي فيها تظليل. ترى تقدرون تستخدمون من البوكس هذا، تقدرون تستخدمه حتى كله، تقدرون تستخدمونه عادي، ما يضر اي شيء. الشفافية بخليها شفافية واضحة. الكلر ابي اخليه اسود، اوكي. المحاذاة بالنص ابيها بالنص، يعني سكروا كذي وبعدين روح الثانية. المحاذاة بالنص. الخط ابي اشوف الخط عاجبني ولا خلنا نغيره. لحظة، هني نختار الخط اللي نبيه. بس ترى يمكن اغلب الخطوط تمشي مع اللغة الانجليزية بس ما تمشي مع اللغة العربية، بس يتغير في اللي يتغير منه. اوكي، خلنا نخلي هذا ونختار الحجم. خنشوف 36. اوكي، فالحين العنوان فوق ابي اغيره، بنزله مثلا تحت لي، اخليه تحت لي. اوكي، كذي عاجبني، تمام. اوكي، راح اكتب على الدائره نفسها. مو تقولوا ما يصير نكتب على الدائره نفسها، لازم نشيل الدائره او نحط دائره او كذي، لا عادي نفس الطريقه. تسحبون، تضغطون على التايتل، تسحبون الهني الثانيه او الثالثه عادي. راح اسحب انا البادي نفس ما قلت لكم، ضغطتين واسحبوها داخل. ف مثلا الحين واحده مثلا توهقت، الحين واحده مثلا توهقت، سحبتها وفلتت معاها هني، فلتتين عادي. ترى تقدرون تحركونها، شوفوا تقدرون تحركونها لوين كيفكم. فراح اضغط ضغطتين وراح امسح النص اللي موجود، وراح اكتب انواع الطعام. انا كاتبه الحين طعام حيواني، اعزكم الله، حيواني. فراح اخليه بولد، وراح اغير الخط اخليه عنابي. اوكي، من اول ما تضغطون على الخط، شوفوا من اول ما تضغطون على الخط راح يتغير على طول كذي، راح يتغير على طول. وراح اغير الحجم، بخليه 28. نشوف، خلنا اكبر شوي، 28 اخليه 42. اوكي، عاجبني 42. اوكي، فهني النوعية الثانية. شوفوا اصلا تقدرون اذا ضغطتوا مثلا على الدائرة نفسها، شوفوا فوق راح يطلع لكم ان الدائرة فيها معدل شفافية 77، والكلر بنفسجي. تقدرون اصلا تخيرونه، مثلا اذا اخترتوا مثلا ملصق جاهز مجاني، تقدرون تغيرون الالوان اللي فيه. فانا عجبتني التنسيق وعجبني الالوان كل شيء، فخليها. يمكن اخر شيء راح اغير الخلفيه اللي ورا، الباك جراوند. والحين خل نروح نكتب تكست. مثل ما قلت لكم تسحبون، اوكي، ضغطتين وتمسحون الكلام. اكتب نباتي النوع الثاني، اغير اللون اخليه عنابي، واغير الخط اخليه نفس اللي قبل شوي 42. اوكي، نسيت لحط لها بولد، كذي بولد. اوكي،
فراح اخليها هني